مستمرين بمنهج الـ CCNAX 200-125 والجزء الثالث من الـ IP Version 6. شرحنا بالمحاضرة السابقة كيفية عنونة الراوتر للإصدار السادس للـ IP، وشفنا أنه هو أسهل من الـ IP Version 4 لأنه بطريقة الـ EUI 64 ما رح نحتاج نحسب الـ First IP والـ Last IP مثل الـ IP Version 4، وإنما الراوتر هو اللي راح يحدد هذا الجزء بدون حصول أي تضارب مع انترفيس آخر أو مع IP آخر. أما جزء الهوست أيضا راح يكون بطريقتين، طريقة الستاتيك وطريقة الدايناميك. بالنسبة لطريقة الستاتيك هي طريقة سهلة مثل الـ IP Version 4، أروح لجزء الهوست أوكي وأبدي أنطي الـ IP للإنترفيس مالته، أنطي هو والماسك. أما في حالة ازدياد عدد الهوست فراح ألجأ للطريقة الثانية اللي هي الدايناميك. الدايناميك بالـ IP Version 6 راح تكون أيضا بطريقتين، طريقة الـ Stateful DHCP Server أوكي اللي هو الـ Version 6، وطريقة الـ Auto Configuration بطريقة الـ SLAAC. بالنسبة للطريقة الأولى اللي هي الـ DHCP Server Version 6، هذه تشبه طريقة الـ IP Version 4 باختلاف بسيط، يعني وجود سيرفر يبدي يأجر هاي الـ IPات للهوست ويبدي يخزن عنده كل هوست وكل IP مقابل إليه، ويبدي يخزن تاريخ استئجار هذا الـ IP وتاريخ نفاذه. لكن الفرق مع الـ IP Version 4 أو الـ DHCP IP Version 4 راح يكون انه الديفولت جيتوي ما راح يوفره هذا السيرفر. لو الاحظ الرسم التالي الفرق ما بين الدي اتش سي بي سيرفر بالاي بي فيرجن 4 وبالاي بي فيرجن 6. بالنسبه للاي بي فيرجن 4 الاحظ انه راح يبدي هنا يحدد الاي بيات اللي هي اليونيكاست ادريس، وينطيني السبنت ماسك، وينطيني الديفولت راوتر والدي ان اس سيرفر. اليونيكاست ادريس هو هذا الاي بي فيرجن 4 والماسك مالته، وينطيني الديفولت راوتر على مود يقدر يوصلني للدي اتش سي بي سيرفر اوكي، على مود يبدي ياخذ من عنده الاي بيات. وايضا الدي ان اس سيرفر، احنا نعرف الدي ان اس سيرفر هو بتحويل الالفابيتك الى اي بي او بالعكس. لكن بالاي بي فيرجن 6 راح تكون هناك اختلاف بسيط. صحيح هو راح يبدي يوفر اليونيكاست ادريس ويوفر البرفكس لينك، هو طبعا يمثل هذا السبنت ماسك اوكي، ويوفر الدي ان اس سيرفر، لكن الديفولت راوتر راح يكون عن طريق بروتوكول الان دي بي. بروتوكول الان دي بي اللي هو النيبر ديسكفر بروتوكول راح تكون به مجموعه من المعلومات تفيد الاي بي فيرجن 6. من ضمن هاي المعلومات وراح يستفاد من عدها في تحديد الاي بيات بطريقه الدي اس سي بي سيرفر، انه راح يبدي ياخذ من عنده الديفولت راوتر على مود يقدر يوصل لهذا السيرفر. إذن الفرق ما بين الـ IP Version 6 الـ DHCP والـ IP Version 4 إنه فقط إنه الـ Default Router راح يبدي ياخذه من بروتوكول اللي هو الـ NDP بروتوكول. هذا هو الفرق ما بين، وإنما طريقة الاستئجار وطريقة الخزن راح تكون نفسها بالـ DHCP Server، وإحنا شرحناه بفصول الـ DHCP Server. أما الطريقة الثانية بالـ Dynamic اللي هي الـ Auto Configuration، هاي الطريقة ما تحتاج إلى سيرفر يبدي يأجر الآي بيات للهوست اللي موجودين، ولا يحتاج سيرفر إنه يبدي يخزن هاي الآي بيات وكل وحدة إلى أي هوست تنتمي ووقت الاستئجار ووقت انتهاء هذا الاستئجار. لكن راح تتم عملية توليد الآي بيات داخلياً باللي هي بعملية الأوتو كونفيجريشن داخل كل جهاز، وراح يعتمد على مجموعة من التقنيات أو البروتوكولات تساعده في بناء هذا الآي بي. طبعا راح يكون الاي بي لكل انترفيس موجود على هذا الجهاز. هاي الطريقه اللي هي طريقه الاوتو كونفيجريشن راح تستعين ببروتوكول الان تي بي، وراح تستعين بخدمه موجوده بالاي بي فيرجن 6 اللي هي الستيتلس دي اتش سي بي فيرجن 6. بالنسبه للاوتو كونفيجريشن هي فقط راح يكون عندها اليونيكاست ادريس، لكن باقي المعلومات راح تاخذها من الان تي بي وراح تاخذها من الدي اتش سي بي فيرجن 6 سيرفيس. بالنسبة للان تي بي راح ينطيها البرفكست واللي هي تمثل السبنت، وراح تنطي البرفكست لينكث اللي هو الماسك، وراح تنطي الديفولت راوتر. اما الدي ان اس سيرفر فراح ياخذها من دي اتش سي بي فيرجن 6 سيرفيس. هاي المعلومات كليتها راح تساعده في بناء الاي بي فيرجن 6 داخل الهوست. بالنسبة للجزء الأول طبعا راح يستفاد من هاي المعلومات ويبني الجزء الأول للاي بي فيرجن 6. لو ألاحظ بهذا الرسم
هنا بنى الجزء الأول اعتمادا على المعلومات اللي أخذها من الـ NDP واللي أخذها من الـ DHCP Version 6 Service. أما الجزء الثاني اللي هو خاص بجزء الـ Interface ID فراح يتم توليده باستخدام طريقة الـ EUI 64. هاي الطريقة احنا شرحناها بالمحاضرة السابقة انه يعتمد على الماك ادريس للانترفيس، وراح يبدي يقسم هذا الماك الى جزئين، وبعدين يسوي انسيرت للباكت اللي هي الـ FFFE، وبعدين يقلب البت السابع باول جزء، وبعدين يحدده بهذا الاي بي وينطي الاي بي الكامل لهذا الانترفيس. اوكي، واحنا هذه شرحناها بالمحاضرة السابقة. إذن الـ SLAAC هاي التقنية تبدي تسوي عملية Auto Configuration، تبدي تولد IPات ما تعتمد على سيرفر موجود، تتولد داخليا داخل الأجهزة سواء كانت راوتر سواء كانت هوست، باعتماد على NTP Protocol اللي هو Network Discovery Protocol، واعتمادا على DHCP Version 6 Service على متاخذ من عدها DNS سيرفر، تاخذ من عدها عنوان هذا DNS. انه تولد اول جزء اوكي اعتمادا على المعلومات اللي موجوده، اما الجزء الثاني فراح يكون اعتمادا على طريقه الاي يو اي. هاي يعني اختصارا بالنسبه لكيفيه عنونه الاي بي فيرجن 6 سواء كانت راوترات او كانت هوستات. نجي على موضوع اخر اللي هو تكمله انواع الاي بي فيرجن 6. شرحنا بالمحاضرات السابقه النوع الاول اللي هو اليونيكاست. اليونيكاست وعرفنا انه هو بي جلوبال وبي لوكال، وعرفنا اللينك لوكال يونيكاست اللي هو يتولد يعني دايناميكلي على الانترفيس بمجرد انه يشتغل الاي بي فيرجن 6. نكمل باقي الانواع. النوع الثاني اللي هو المالتي كاست. المالتي كاست يشتغل مثل الاي بي فيرجن 4. طبعا معنى المالتي كاست انه انا عندي هوست واحد او جهاز واحد يريد يدز إلى مجموعة من الأجهزة بنفس الوقت، بينما اليونيكاست راح يكون من جهاز واحد إلى جهاز واحد فقط. بالنسبة للمالتي كاست جروب أو بالنسبة للمالتي كاست آي بي أدريس، بالآي بي فيرجن 6 راح يكون يتولد أوتو جنريشن داخل كل انترفيس، لذلك راح نسميه لينك لوكال مالتي كاست. من اسمه لينك لوكال مالتي كاست انه هذا يتولد دايناميكلي على كل انترفيس لكل جهاز موجود داخل الشبكه اللي مشغله الاي بي فيرجن 6، وهاي الحاله ما موجوده داخل الاي بي فيرجن 4. الاحظ انه هاي الاي بيات تتولد دايناميكلي على كل انترفيس. شلون اعرف انه هذا مالتي كاست؟ المالتي كاست يبدي بالرقم FF، كل اي بي يبدي بالاف اف معناها هذا هو مالتي كاست جروب او مالتي كاست اي بي فيرجن 6. زين، المالتي كاست هو راح يكون نوعين. النوع الاول اللي هو اللينك لوكال مالتي كاست ادريس. طبعا هنا اجاني مصطلح اللينك لوكال مرتلخ، اخذناه باليونيكاست انه يتولد دايناميكلي على الانترفيس اللي انفعل عليه يونيكاست اي بي ادريس، وإجانا هنا مرتلخ على المالتي كاست جروب. من اسمه لينك لوكال معناه هو هذا يتولد مباشرة على الانترفيس بدون تدخل الادمن، يتولد على الانترفيس الخاص بالراوتر. بالنسبة للنوع الأول اللينك لوكال مالتي كاست جروب، هذا راح يكون لكل اعتمادا طبعا على البروتوكولز المشغلة داخل النتورك، راح يكون لكل بروتوكول او لكل راوتينج بروتوكول راح يحدد له مالتي كاست جروب، يعني مثل الاي بي فيرجن 4 الاي جي ار بي راح يكون له مالتي كاست جروب، الريب راح يكون له اوكي، ولكن بالاي بي فيرجن 6 راح تكون يعني الموضوع راح يكون اكثر واوسع. أما النوع الثاني اللي هو Solicited Node Multicast Address، أيضا هذا يتولد مباشرة على الانترفيس، وراح ألاحظ الفرق بينه وبين النوع الأول. خلي نشرح النوع الأول ونشوف شلون يتولد أوكي وفرقه عن النوع الثاني. هذا المثال إنه هاي الراوترات مثلا مشغلة الرب أوكي، وهاي أيضا مشغلة الرب، وهاي مشغلة الـ EIGRP اوكي.
فلاحظ انه اذا اراد هذا السورس انه يخاطب او يدز اشعار فقط للراوترات اللي مشغله الرب، فبهيك حاله راح يفيده المالتي كاست جروب. بالنسبه للرب المالتي كاست جروب راح يكون له خاص اللي هو الاف اف اللي هو الاف اف 02 دبل سيمي كولون رقم 9. اوكي، فمجرد انه راح يكون الديستنيشن هو المالتي كاست جروب اف اف 029. اوكي، فراح ينضمون هاي الراوترات فقط اللي مشغله الرب وراح يقدر يدزلهم هذا الاشعار. فمجرد انه مشغلين الراوتينج بروتوكول الرب فراح يتولد على كل انترفيس المالتي كاست جروب الخاص بي اللي هو الاف اف 029. فكل انترفيس راح يبدي يعني يستمع للباكت اللي جايه، فاذا شاف انه الديستنيشن هو خلينا نقول فرض مستخدم المالتي كاست جروب اف اف 029 فراح يسوي انجوينينج لهذه الباكت. اوكي، فراح يبدي ينضم لهذا الجروب، فكل جهاز راح يبدي يستمع للباكت اللي جايه. فاذا شاف انه مثلا اذا هو مشغل الرب وجت الباكت خاصه بالمالتي كاست جروب الخاص بالرب فراح يسوي انضمام لهذا الجروب، وراح تكون هذه الراوترات فقط هي اللي تستلم الاشعار الخاص بهذا السورس. اوكي، لو ناخذ مثلا المثال الثاني انه مشغلين فقط الاي اي جي ار بي، فهذا السورس راح يدز مالتي كاست جروب اللي خاص بالاي اي جي ار بي راح يكون اف اف 02 او اي. اوكي، فتولد مباشرة على كل انترفيس الخاص بهاي الراوترات هذا المالتي كاست جروب. فاذا اجت باكيت راح يبدي يستمع للباكيت اللي جاية، فاذا اجت باكيت تحمل نفس مالتي كاست جروب فراح يسوي انضمام لهاي الراوترات فقط لهذا المالتي كاست جروب. ميزة أخرى بالمالتي كاست جروب بالآي بي فيرجن 6 إنه محدد مالتي كاست جروب خاص بكل النقاط أو كل النوتس اللي موجودة بهاي الشبكة، وحاجز إلها مالتي كاست اللي هو اف اف 021. فهنا راح يكون وكأنما راح يشتغل برودكاست، فراح الباكت يستلمها كل الأجهزة اللي موجودين بهاي النتورك. أوكي، اعتمادا على هذا المالتي كاست جروب. أكو مالتي كاست جروب آخر اللي هو فقط خاص بالراوترات، أوكي، اللي هو راح يكون FF 022 فقط الراوترات اللي موجودة بهذا الجروب اللي هو FF 022 فقط هي هاي اللي راح تستلم هذا الإشعار، بينما الهوست راح يرفضون هاي الباكيت وما راح توصلهم. إذن المالتي كاست جروب راح يحجز مجموعة من الأجهزة ويوصلهم إشعار معين، أما الأجهزة الباقية اللي ما تنتمي لهذا المالتي كاست جروب فراح ترفض هذه الباكيت وما راح تستقبلها. زين، هذا بالنسبة للنوع الأول، يعني النوع الأول حدد مالتي كاست جروب وكل مالتي كاست راح يكون إلى بروتوكول معين أو إلى وظيفة معينة. نشوف الجدول التالي وشون محدد كل بروتوكول إلى مالتي كاست جروب معين. فهنا ندي يقول لك النوع الأول اللي هو الأول نوتس، يعني لكل نقطة بالشبكة راح يوصلها هذا الإشعار أو هذه الباكيت، وحجز لها اللي هو الـ FF 021 وهذه تشتغل وكأنما برودكاست. أوكي، أما بالنسبة للنوع الثاني اللي هو الـ All Routers فقط الراوترات هي اللي راح تستلم، فراح يكون المالتي كاست جروب اللي هو الـ FF 022. أوكي، بالنسبة للـ OSPF أيضا طبعا هنا احنا بالـ IP version 4 عندنا المالتي كاست يعني IPات 2، لأنه واحد راح يكون للديزيجنيتد راوتر والآخر راح يكون الباقي الراوترات اللي مشغلة الـ OSPF. نفس الشيء بالنسبة للـ IP version 6. فهنا لو ملاحظ هنا على مود يعني الطالب لا يخربط بيناتهم فسواه مشابه للـ IP version 4 FF 025. أوكي، هو نفسه 224.005، فهذه صارت مقاربة أو تشبهها على مود يكون سهلة الحفظ. بالنسبة للآيبي الثاني اللي هو FF 026 راح يكون مقابلة بالآيبي فيرجن 4 هو 224.006.
ونفس الشيء بالنسبة للإي آي جي آر بي والدي اتش سي بي ريلاي ايجنت. فهاي الاي بيات لاحظ انه كلها دا تبدي بالاف اف، كلها دا تبدي بالاف اف، معناها هذا مالتي كاست جروب. لو الاحظ بال يعني من اسوي شو اي بي فيرجن 6 انترفيس، سواء اني منطيه اي بي من نوع اي بي فيرجن 6 او مفعل الخاصيه الاي بي فيرجن 6 عن طريق ادخل للانترفيس واقول له انيبل اي بي فيرجن 6، فراح تتولد اوتوماتيكيا هذه الجروبات. فهنا على فرض انه اني مشغله الاي اي جي ار بي، اوكي، واحنا نعرف انه المالتي كاست الخاص بالاي اي جي ار بي هو الاف اف 02 اي، فالاحظ انه راح يتم توليد مباشره على اللينك الخاص بهذا الانترفيس، راح يولد الاف اف 02 اللي هي تمثل اول نوتس لكل النوتس اللي موجوده بالشبكه، وراح يولد المالتي كاست جروب اللي هو الاف اف 022 لكل الراوترات، لانه هذا راوتر وعندي ما دام اني شغلت الاي اي جي ار بي فراح ينطيني المالتي كاست اللي هو الاف اف 02 اي، اوكي، اللي هي طبعا هذه راح تتولد مثل ما راح يتولد اللينك لوكال يونيكاست، اوكي، هو هذا اللينك لوكال مالتي كاست اللي يشبه اللينك لوكال يونيكاست. زين، فمجرد انه تجي باكيت، باكيت يعني انه اني اريد ادز اشعار فقط للراوترات اللي مشغله الاي اي جي ار بي، فراح يبدي يقارن ويا الباكيت اللي جته، فاذا شاف نفس المالتي كاست جروب اوكي فراح يسوي انضمام لهذا الجروب. زين، اذا اجته باكيت انه لا اني اريد فقط يتصل مع فقط الراوترات اللي موجوده، فهو راح يكون لانه هو راوتر فراح يكون اوتو جنريشن موجود عنده المالتي كاست جروب اللي خاص بالراوترات، فراح يسوي انجوين لهذه الجروب. زين، او انه يقول له لا الكل النوتس ايضا راح يكون المالتي كاست جروب موجود عنده. اوكي، اتمنى تكون فكره اللينك لوكال مالتي كاست جروب وضحت. زين، النوع الثاني اللي هو سيلوسيتد نود مالتي كاست، سيلوسيتد نود مالتي كاست. احنا قبل شوي من شرحنا انطينا بروتوكولات معينه حاجز لها مالتي كاست جروب معين، لكن أنا على فرض أنه هاي الشركة كلها جزء من عندهم أريد يوصلهم إشعار معين ومو كلهم، يعني أنا من قال لي all notes أوكي أنه راح يوصل الإشعار للكل ما عندي مشكلة، لكن أنا أريد فقط أول ثلاث أجهزة أو أول ثلاث موظفين أريد يوصلهم هذا الإشعار. زين، هذا ماكو فد بروتوكول معين يجمعهم. IP version 6 خصص مالتي كاست جروب اسمه سيلوسيتد نود مالتي كاست، راح يتولد على طبعا ايضا راح يكون اوتو جنريشن، راح يتولد على كل لينك، فاللي تحوي الاجهزه اللي تحوي هذا الاي بي فراح تنضم لهذا المالتي كاست جروب. زين، هذا شو راح يتولد؟ هذا سيلوسيتد راح يتولد، راح يكون اول جزء محجوز هذا خاص بهذا النوع من المالتي كاست اللي هو الاف اف 02 و 0000 وبعدين 1 وبعدين اف اف، اوكي، فالاحظ انه هذا محجوز، اوكي، محجوز خاص بهذا النوع من المالتي كاست. اما الستة الباقية راح ياخذها من الاي بي اللي موجود على هذا الانترفيس، اخر جزء او اخر ستة جزء من الاي بي اللي موجود على هذا الانترفيس راح يولد اثنين لكل يعني لكل انترفيس او كل لينك، راح يولد اثنين سيلوسيتد نود مالتي كاست، الاول ماخذه من اللينك لوكال يونيكاست والثاني ماخذه من الاي بي فيرجن 6 اللي انطيته لهذا اليونيكاست. اوكي، يعني في حاله انه انا ما مطي اي بي للجهاز فقط مفعله حاله الاي بي فيرجن 6 فراح يولد سيلوسيتد خاص باليونيكاست لينك لوكال يونيكاست اي بي فيرجن 6. وعلى مود اوضح الفكره اكثر الاحظ هذا الشو هنا انا اني هذا الشو اي بي فيرجن 6 على الجيجا 00 انطيته اي بي، اوكي، هذا هو الاي بي مالته اللي هو 2001 دي بي 8 4 وحدات 1 ودبل سيمي كولون 1، اوكي، اتولد مباشره اللينك لوكال يونيكاست هذا منتهين من عنده. زين، وهذه هي الجروبات مالت المالتي كاست جروب اللي خاصه بالبروتوكولات اللي موجوده بهذا الراوتر.
يبقى عندنا السيلوسيتد. السيلوسيتد راح يكون 2، لكل اي بي موجود على هذا الانترفيس راح يولد له سيلوسيتد نوت. الاول طبعا راح يعتمد على شنو، على الاي بي اللي انطيته لهذا الانترفيس. انا انطيته اللي هو 100.2001 دي بي 8 4 واحدات 1 دبل سيمي كولون 1. فلاحظ انه هذا الجزء اوكي محجوز اللي هو الاف اف 02 دبل سيمي كولون 1 اف اف. زين، الجزء الاخير راح يكمله من الاي بي فيرجن 6 اللي هو هذا. اوكي زين، هسه لو نفصل هذا بالتفصيل، الواحد هي بالاصل شنو؟ 001 اوكي، وسيمي كولون وياها 00. فايش قص صاروا؟ صاروا 6 ديجيت هيكسا الخاص بالاي بي فيرجن 6. اوكي، هذا هيجي تولد السيلوسيتد الاول. زين، الثاني ايضا راح يكون محجوز لحد الاف اف، فراح ياخذ الست ارقام الاخيره من اللينك لوكال يونيكاست ويخليها لهذا الاي بي اللي هو راح يكون 10110. اوكي، واللي هو يمثل 6 اجزاء، يعني هذا هنا انا لونه كتبه هو 10110، هذا اللي هنا أنا صاروا 4 وبعدين أقول له 00. هذا من أخذه؟ أخذه من الست أرقام الأخيرة من اللينك لوكال يونيكاست. أوكي، فالفكرة السيلوسيتد نود هو مالتي كاست جروب، لكن ما يعني عام ما ينتمي لبروتوكول معين، يتولد على كل انترفيس بحيث يكون خاص بالهوست، انه اني مجموعه من الهوست اريدهم يوصلهم هذا الاشعار او ما اريد يوصلهم هذا الاشعار. اوكي، فراح اعتمد على هذا النوع. هذا النوع راح يولد اي بيات 2 خاصه بالمالتي كاست جروب اللي هي السيلوسيتد. راح يعتمد على شنو؟ راح يعتمد على اللينك لوكال يونيكاست وراح يعتمد على الاي بي فيرجن 6. زين، هنا أنا اسال سؤال، هو ليش ولد 2 سيلوسيتد؟ لانه انا في حاله ما انطيت اي بي فيرجن 6 لهذا الانترفيس، فاللينك لوكال يونيكاست موجود، فراح يولد مقابله سيلوسيتد نود مالتي كاست جروب. اتمنى تكون فكره المالتي كاست جروب وضحت ان شاء الله. نجي على الجزء الاخير من انواع الاي بي فيرجن 6 اللي هو الانيكاست. احنا شرحنا اليونيكاست اللي هو راح يكون من نقطه الى نقطه، وشرحنا المالتي كاست اللي راح يكون من نقطة واحدة إلى مجموعة من الهوست. أوكي، أما النوع الثالث اللي هو الأني كاست. الأني كاست هاي الخاصية خاصة بالآي بي فيرجن 6، بالآي بي فيرجن 4 ما موجودة هاي الخاصية. الفكرة تتلخص، فكرة الأني كاست تتلخص أنه بكفاءة الشبكة، أنه أنا عندي جهاز سيرفر أو عندي راوتر يوفر خدمة معينة، هاي الخدمة أريدها تكون مشتغلة طول الوقت وأبد ما يسقط اللينك هاي الخدمة مع الشبكة. يعني هذا السيرفر يكون طول الوقت هو حالة الأب. زين، فعلى مود يعني تكون هاي الخدمة متوفرة أسوي سيرفرات 2 يكون باكاب واحد للآخ. في المعلومات اللي موجودة راح أسوي له باكاب بالسيرفر الآخر، ونفس الشيء في حالة الراوتر. زين، هنا الفكرة انه بحيث اذا سقط اول يعني السيرفر الاصلي راح يكون له باكاب، ولذلك اني زدت من كفاءة هذه الشبكة. راح تفيدني فقرة الاني كاست اللي موجودة بالاي بي فيرجن 6. اولا الاجهزة اللي تستفاد من هذا السيرفر راح اقول لهم روحوا لاقرب سيرفر، يعني اني الاي بيات اللي راح انطيها لهاي السيرفرات يعني السيرفر والباكاب سيرفر راح يكونون نفس الاي بي. اوكي، يعني هنا الاي بي اللي انطيته لهذا الراوتر هو نفس الاي بي اللي انطيته لهذا الراوتر. فعندي هاي هي مجموعه الاجهزه، فالاجهزه بدل ما تروح على يعني راح يكون هذا عليها بعيد. اوكي، وراح يصير عندي تاخر بالباكت بين ما توصل. فقال لك انه اني اسوي هنا هذا الجهاز هو باك اب له، بحيث اخلي الاجهزه فقط القريبه عليه هي اللي تروح له. فايش راح اقول له؟ راح اقول له اني. طبعا راح نوضح هاي الفكره يعني شلون تتطبق بال يعني بالراوتر، لكن الفكره انه اني انطي لكل سيرفر باك اب للاخر راح يكونون على نفس الاي بي،
ومن اريده يوصل اليه ما راح اقول له انت يعني اوصل لهذا السيرفر، لا راح اقول له اوصل الى اقرب سيرفر. زين، بهيج حاله اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على الراوتينج بروتوكول والراوتينج تيبل اللي موجود بهاي الشبكه. فالجهاز اللي يريد يوصل لهذا السيرفر او يريد يوصل لواحد من هاي السيرفرات راح يروح على الراوتينج تيبل، راح يشوف انه ياهو الاقرب اليه اعتمادا على الميتريك. فرضا انهم مشغلين الرب، فراح يكون عدد القفزات الاقل اللي توصلني لهذا السيرفر هو هذا السيرفر اللي راح يتصل به هذا الهوست. اوكي، اما في حاله سقوط اللينك فمباشره كل الهوست وكل الاجهزه تروح للسيرفر الثاني. بالنسبه للانيكاست ما بي رينج معين، الانيكاست راح يكون هو يونيكاست اي بي عادي، لكن بنهايه ما اكتب الاي بي راح اقول له انت انيكاست، راح اقول له شنو انيكاست. اوكي، الفرق عن اليونيكاست راح يكون على 128، الماسك راح يكون 128. هذا هو فرق من اعرف انه هذا انيكاست. الاحظ هنا هذا الرسم، خلينا نقول هذا الهوست يريد يوصل لأحد هاي السيرفرات. أوكي، يعني ما معقول أنه راح يروح على هاي السيرفرات الاثنين، هاي السيرفرات فرضا توفر خدمة معينة، فراح يخلي الديستنيشن، طبعا هذه راح يكون نفس الاي بي، هذا هو نفس الاي بي لكل السيرفر. فهنا على هذا الانترفيس ايش راح أقول له؟ أنطي الاي بي عادي إله، وراح أقول له إذا ردت توصل لهذا السيرفر أنطي الاي بي مال هذا السيرفر وأقول له أني كاست. فلاحظ هنا انه اني ورا ما انطيت الاي بي لهذا الانترفيس راح اقول له اي بي فيرجن 6 وانطي الاي بي مال هذا السيرفر. اوكي، اللي هو طبعا هنا المثال يختلف، اللي هو 2201، واقول له اني كاست، فهو يعرف انه اني اقرب سيرفر لهذا الاي بي راح اروح له. راح يعتمد وين؟ راح يعتمد على الراوتينج تيبل، راح يعتمد على اقل مترك يوصلني لهذا السيرفر الاقرب ويقدر يوصل. يعني هو سؤال ممكن ينطيني رسم وراح يقول لي ليش هذا الهوست راح لهذا السيرفر، مع العلم هم اثنيناتهم نفس الاي بي، فراح اقول له راح يروح على اقرب سيرفر. زين، ليش راح يروح على اقرب سيرفر؟ لانه انا قلت له اني كاست، رأسا راح يفتهم، يعرف يروح على أقرب سيرفر، راح يحسب الميترك. الميترك سواء يعني اعتمادا على أي راوتينج بروتوكول، أي راوتينج بروتوكول مشغله أقل ميترك يوصلني لهذا السيرفر. سقط اللينك هناك مباشرة راح يروح على السيرفر الثاني. إذن الخدمة ممتازة جدا، توفر لي كفاءة عالية بالنتورك، الأجهزة تروح للأقرب وذلك أنا اختصرت الوقت، الأجهزة تروح للسيرفر الثاني في حالة سقوط السيرفر الأول. هاي باختصار فكرة الأنيكاست. التطبيق ما مطلوب، فهم الفكرة هو اللي مطلوب بهذا المنهج بالCCNAX 200-125. زين، شلون أقدر أشوف هذا الأنيكاست الاي بي فيرجن 6 بإعازات الشو؟ الإعاز الأول اللي أقدر أشوفه على الانترفيس اللي هو شو اي بي فيرجن 6 انترفيس، وأحدد للانترفيس المعين، راح يظهر ضمن الاي بيات اللي موجودة على هذا الانترفيس، وراح يظهر قدامه كلمة أني، فراح أعرف أنه هذا الاي بي هو أني كاست. أوكي، طبعا راح ألاحظ هنا أنه هو على 28، إذن أيضا هو راح يكون الأني كاست. لكن بإعاز الشو اللي هو شو اي بي فيرجن 6 وانترفيس وبعدين أقول له بريف، لا ما راح يظهر عندي، فقط راح يظهر انه هو ضمن لستة اليونيكاست الاي بيات اللي موجودة على هذا الانترفيس. اوكي، فالاحظ انه راح يظهر هو يونيكاست اي بي عادي وما راح يظهر قدامه كلمة اني. اوكي، فقط انه راح يكون ضمن لستة اليونيكاست. اذا بإعازات الشو راح يبين عندي الانيكاست، وهذا اهم اعاز، انه اشوف اي اي بي راح يكون انيكاست، اقول له شو اي بي فيرجن 6 وأحدد الانترفيس المعين اللي أريد أعرف أنه مفعل عليه الأنيكاست. لكن بيعاز الشو انترفيس بريف لا ما رح يظهر عندي، فقط رح يظهر اي بي كيونيكاست ضمن لستة اليونيكاست اللي موجودة على هذا الانترفيس. نجي على متفرقات بالنسبة للاي بي فيرجن 6. أكو اي بيات معينة إلها خصوصية وإلها شغل معين. أكو اي بي هو فقط دبل سيمي كولون. اوكي، هذا الاي بي معناها انه هو كله
صفارة، أوكي، اللي هو لحد ما يوصل ال 128 بت. فمن يجي يختصرهم صاروا دبل سيمي كولون، معناها كلها صفارة. بالاي بي فيرجن 4 انا ما عندي اي بي كلها صفارة، لكن بالاي بي فيرجن 6 عندي. زين، شنو هذا الاي بي وين استخدمه؟ بعملية الدايناميك من تحديد الاي بيات، الاي بي فيرجن 6 اللي هي بطريقة الدي اتش سي بي سيرفر فيرجن 6 وطريقة الاوتو كونفيجريشن، اذا تاخرت عملية لسبب ما انه انطي اي بي لهذا الهوست او لهذا الراوتر، فالجهاز ما يبقى بلا اي بي، فراح ياخذ اي بي اللي هو دبل سيمي كولون الى ان يجي الاي بي المفروض اللي هو ياخذه. هذا الاي بي الاول، عرفت انه دبل سيمي كولون هو اي بي ياخذ الجهاز بين ما ياخذ اي بي دايناميكلي، اوكي، باحدى الطريقتين. زين، الاي بي الاخر اللي هو دبل سيمي كولون واحد، اوكي، هذا الاي بي هو اللوب باك الخاص بالاي بي فيرجن 6. بالنسبه للاي بي فيرجن 4 احنا نتذكر انه اللوب باك اله اللي هو 127 0.0.1، اوكي، لكن اللي قابله بالاي بي فيرجن 6 راح يكون دبل سيمي كولون واحد. اللوب باك احنا شرحناه بالاي بي فيرجن 4 انه الجهاز يريد يعني يشيك البورتات اللي عنده، انه تدز وتستلم على هذا البورت، يعني التي سي بي راح يكون شغال بصوره طبيعيه وكانما دا يسوي بينج على نفسه، فراح يستخدم هذا الاي بي اللي هو 127.0.0.1، انه دا يشوف انه البورت عنده مشتغل تمام وانه دا يبدي يدز ويستلم. نفس الشيء بالنسبه للاي بي فيرجن 6 راح يكون دبل سيمي كولون واحد. هاي بالنسبه للمتفرقات الخاصه بالاي بي فيرجن 6. هنا سوينا ملخص على كيفية عمل الكونفيجريشن خاصة بأنواع الاي بي فيرجن 6. ألاحظ أنه الجلوبال يونيكاست هذا يتولد يا أما أنه أنطي فل اي بي فيرجن 6 أو بطريقة الاي يو اي. بالنسبة للنوع الآخر اللي هو اللوكل، اللوكل اللي هو مثل البرايفت اللي يبدي بالاف دي، فيفضل أنه أستخدم فقط طريقة الـ EUI 64 لأنه راح يعني يغنيني عن مشكلة الـ First IP والـ Last IP. زين، اللينك لوكال سواء كان بالمالتيكاست أو سواء كان باليونيكاست فهو راح يتولد مباشرة. بالنسبة لليونيكاست هو يبدي بالـ FE80 وهذا راح أشوفه مباشرة على الانترفيس. بالنسبة للمالتيكاست أنواع اللي هو الـ All Host أو الـ All Nodes راح يكون FF02، هو ما دام بدأ بالFF يعني هذا مالتي كاست جروب. هذا هم أنا ما أنطي، هذا يتولد مباشرة. عندي الأول راوترز أيضا هو FF02، هذا يتولد أوتو جنريشن داخل الانترفيس على الراوتر. عندي أيضا اللي خاصات بالراوتينج بروتوكول، وعندي السلوسيتد نود، وعندي الانيكاست. الانيكاست هو يونيكاست لكن فقط اخلي له كلمة الانيكاست، اوكي. هذه كانت اختصار لانواع الاي بي فيرجن 6 وشون اسوي لها كونفيجريشن. يعني اكو بعضها يحتاج انه اني انطي الاي بي واكو بعضها ما يحتاج انطي الاي بي، واحنا شرحنا الانواع اللي هو اليونيكاست والمالتيكاست والانيكاست. وصلنا لنهاية محاضرتنا، أتمنى أنكم استفاديتم من المادة. أشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وثمان الله.